السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من احد الاخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو السيد يشكي من مشكلة إنه هو وقت ينزل على السترة أو الدمرار أو يدور المفتاح على طول يفلت، ما يكملش الدوران تاع الدمرار، ما يكملش العملية. وطبعا نفس دورة أو ربع دورة أحيانا هيك ما تشغلش المحرك، يقول المسكين يعاني عاود ويقول لك انا غيرت الدمرير مرتين، غيرت السرت مرتين او المرش غيرته مرتين، ما عادش انا كيفاش يخدمون الناس اللي تغير على طول من غير ما تعالج المشكل. ما فهمتش انا كيفاش يخدموا، هذا مش عقولهم باش معمول، العقل نتاع الصناعي هذا باش معمول. انت عندك حاله ظاهره امامك ما فيها شيء، انه هو الدمرير ما يشدش، ما يوصلش في الديماراج. يعني التجربة متاعه بسيطة ما فيها شيء، انا عندي شك في الديمارير. قبل ما نفك الديمارير تو نوريكم كيفاش تحط، كيفاش تجرب الديمارير من برا. نجيب خيط، اول حاجة نخلي الميكانيكي او الكهربائي يهبط تحت السيارة ويحاول يشغل المرش ديريكت بالديمارير. إذا كان يخدم طول لابس عليه الوهن نبدله في الدمرار، إنما لازم فما حاجة لازم نفهمها قبل ما نمشي للدمرار. أحيانا البطارية هذه كيف رأى يعني الوحل نتاعها القلب نتاعها يسقط، يصير لها كيما الماس الداخل، فما التسلسل نتاع البيوت هذوك نتاع الماء واحد منهم يتقطع، فتلقاه عامل يعني اتصال بسيط، كل ما أنت تضرب دمرار هو يهرب. سهل العملية زي كيف. أول ما نجيب نشوف نتسلف بطارية أو أي حاجة من عند حد من أصحابي أو من عند الميكانيكي أو من عند الكهربائي، ونحط البطارية ونجرب. كان يطلع المشكل من البطارية انتهينا المشكلة، كان ما طلعش من البطارية نجرب الدمار كما قلت لكم. هذا كيف يكون من الدمار ولا، أما هذا أنا يعني نجزم ونأكد أنه هو المشكل في البطارية مش في الدمار، علاش ركزنا على الدمار طول إحنا، لان ريت البطاري ساعات احيانا تعطيك قدامك ضوء والديماري، لكن ما تجاوبش، هي فيها القلب نتاعها من داخل ميت، ما عادش يناسب القوه نتاع دوران الديماري في المحرك. تعمل المشكله هذه، واحيانا فما يكون سلك ما بين البطاري او ما بين البطاري والديماري زاد مقطوع. هذه في الحاله هذه نعمل، نجيبوا خيط من الزايد من البلوس من البطري وناخذوه طول للدمرار ونجربوا الدمرار طول. يعني فما عده حلول وسهله وبسيطه، يعني ماهيش معقده. بون فيها شويه اجتهاد وفيها شويه يعني وقت، ضيعه وقت، لكن ضيع وقتك وخذ مقابل وما تخسرش الناس بالفرق. علاش تقعد يعني هذا جيب لي دمرار، جيب لي دمرار الاول الثاني الثالث، واحيانا يبدا المشكل في الكونتاكت، زاد الكونتاكت ما يوصلش اللي هو المفتاح، احيانا يبدا المفتاح ما يوصلش. وكل حلولها بسيطه يعني درجه ما فيها شيء. اول ما نبدا بالبطري بعد اللي نعدي خيط طول للدمرار شوفوا يضرب ولا لا، ومن بعد نمشي للكونتاكت. يعني برشا يعني حالات اللي هي تقدر تستي بها العملية ما فيها شيء، سهلة وبسيطة. كيف تصير لك حالة كيما هكاك نتاع دمرار اللي هو ما حبش يضرب مغادي، وعلى الأقل باش تكمل المشوار نتاعك وما تقعدش يعني منوح ثنية، تجي لهنا هذه الخطا نتاع البوات فيزيبل هذيا نتاع الخطا نتاع الفيزيبل، وات هذيا وفما الفيزيبل
والاغلبيه كلهم في البيجو، في البيجو فيهم الديمارير يخرج من كل البيجو الديمارير يخرج من هنا من من البوات فيزيبل هذه، من البي اس هذه من البوات فيزيبل. طل على الديمارير فما خيط يخرج من الديمارير، تشوف اللون نتاعو شنو هو، فما خيط يخرج من الديمارير تشوف اللون نتاعو شنو هو، تبعو. مثلا طليت على الخيط نلقاه لون احمر ومحطوط على واحد وعلى جنب هذا، تجيب خيط كيما هكا عادي، تجيب خيط كيما هكا وتحطه هنا مع الاحمر هذايا، بالك ما تحطش مع في في مكان ما تعرفوش، اللي ما يعرفش ما يحطش باش ما يقعش في مشكله، يعني نجم يضرب كارت، حطه هنا وضرب هنا، جرب هنا، سمعتوها توا تخلع هكا تخلع. نجم نحطه هكا تخلع، نحطه هنا في في البطري هذه، تجي البطري هنا وتجرب خيط من هنا لهنا للبطارية، تحط كونتاكت على روحك، حط دور المفتاح، بما ان ما عندكش ما عندك ديمارير فصل السيارة، تجي ديماري من هنا وتواصل الرحلة نتاعك. شفتوها هذه العملية اللي نتاع دي بانال ديمارير اللي هو ما حبش يضرب مغادي. Puis, ouvrez votre boîte à fusibles et repérez le fil qui relie cette boîte avec le démarreur. Ce fil est teinté généralement en rouge, notamment sur les voitures françaises. Et à l'aide d'un autre fil de masse, essayez de faire une liaison entre ce fil rouge et le plus de la batterie. Il faut faire attention, puisqu'une mauvaise liaison peut endommager complètement votre calculateur. Dès que cette liaison est établie, le démarreur va répondre et le moteur se met en marche. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.